ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات فوحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو معلش انا عيان شويه، فلو صوتي غريب شويه او في حاجه غريبه يعني سامحوني، عدوها المره دي. الفيديو الجاي ان شاء الله اكون خفيت، ادعوا لي. تاني حاجه انا بقالي كتير قوي بطلبها، واللي هي عايزين نوصل مليون سبسكرايبر. بقالنا تقريبا 25000 على المليون، فانزل تحت اعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. في الفيديو ده هنتكلم عن ثلاث منتجات، والثلاث منتجات هما من شركه واحده طبعا زي ما انتم شفتوا من العنوان، وهي شركه انفينكس. وزي ما انتم قريتوا برضو في العنوان ان انفينكس دخلت في الجد. يعني ايه انفينكس دخلت في الجد؟ يعني انفينكس قبل كده كانت متوجهه دايما للفئه الاقتصاديه والحاجات اللي هي افضل قيمه مقابل سعر، والفئه اللي هي ال 3000 جنيه ل 4000 جنيه، ولكن ما شفناش انفينكس عملت حاجه فلاج شيب مثلا، ما شفناش انفينكس عملت حاجه تقول اه دي تكنولوجيا حقيقيه او تكنولوجيا تواكب العصر اللي احنا فيه. فانفينكس اخيرا دخلت في الجد، او دخلت في المرحله اللي انا بسميها المرحله الثانيه، لان في مرحله المفروض بعد دي وهي مرحله الفلاج شيب والفلاج شيب كيلرز، واللي هو ان احنا نشوف موبايلات بمعالجات فلاج شيب والحاجات دي من انفينكس. اول حاجه جديده بنشوفها من انفينكس النهارده وهو الموبايل اللي اسمه زيرو اكس برو. سلسله الزيرو عموما كانت بتبقى سلسله فيها امكانيات كبيره جدا، وسلسله مش رخيصه بشكل عام يعني، ولكن الموبايل ده اتنقل نقله ثانيه خالص من حيث الامكانيات، ومن حيث ان هو يورينا انفينكس بتعمل ايه من الاخر. يعني اول حاجه بنلاقيها جديده على انفينكس في الموبايل ده وهي الشاشه بتاعته. الشاشه هنا بحجم 6.7 بوصه، شاشه عملاقه، ولكن بتيجي من نوع اموليد، وكمان بتيجي بتردد 120 هرتز. دي حاجه جديده جدا ما كناش بنشوفها خالص من انفينكس. وشاشه مش مجرد ان هي ارقام على ورق او ان هي يقول لك اموليد 120، لا، البانل نفسها نظيفه جدا، توليدها للالوان كويس جدا، زوايا الرؤيه طبعا تحفه يعني، هي اموليد مفيش مشكله، وسطوعها تحت اشعه الشمس ممتاز جدا. البيك برايتنس هنا بيوصل لغايه 800 نت، هتقدر تشوف كل المحتوى تحت اشعه الشمس بدون اي مشاكل. كمان حواف الشاشه نفسها رفيعه جدا على غير عاده انفينكس. انفينكس دايما كانت بتعمل لنا الحواف تخينه كده وبتاع، الحواف هنا صغيره جدا، وحتى الهول بانش نوتش او الكاميرا اللي هي في الشاشه صغير جدا جدا يعني. فتجربه مشاهده الفيديوهات او مشاهده المحتوى بشكل عام على الموبايل ده هتكون ممتازه جدا بفضل الشاشه. عندنا شاشه اموليد، فعندنا هنا بصمه تحت الشاشه، ودي تاني اجدد حاجه نشوفها من انفينكس، بصمه تحت الشاشه. والبصمه تحت الشاشه هنا شغاله سريع جدا، هي اوبتيكال ولكن شغاله بشكل سريع جدا ومش هتغلط معاك، وعاديه جدا اكن انفينكس كانت بتعمل الموضوع ده من زمان مثلا. تاني حاجه جديده جدا على انفينكس في الجهاز ده وهي نظام الكاميرات نفسه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا عندنا كاميرا بيريسكوب بتقرب لغايه 5 اكس اوبتيكال زوم، وممكن تقرب لغايه 60 اكس هايبريد، ودي حاجه عموما مش بنشوفها خالص في الفئه السعريه بتاعت الجهاز ده. كون ان انت تحط لي كاميرا بيريسكوب في موبايل ب 5000 جنيه مثلا، دي حاجه كويسه جدا ومن انفينكس، حاجه جديده. كمان عندنا الكاميرا الرئيسيه بدقه 108 ميجا بكسل، ودي حاجه جديده جدا برضو على انفينكس. طبعا زي ما انتم شايفين في بروز للكاميرات واضح بشكل رهيب جدا، يعني البروز كمان جاي على طبقتين او سلمتين كده، ولكن لو حطيت الجراب الجامد جدا اللي بيجي مع الموبايل، الموبايل ده بيجي معاه جراب حلو قوي مكتوب عليه ناو، هيلغي البروز خالص، مش هتلاقي بروز خالص. الكاميرات دي كمان فيها او اي اس او تثبيت الصوره البصري في الفيديو، وممكن كمان تصور فيديو لغايه دقه 4K بدون اي مشاكل خالص. اي نعم محتاجين شويه تثبيت او تثبيت في البروسيسنج نفسه بتاع الصوره اللي بيطلع، يعني الصوره ما مش بتطلع باحسن الوان وباحسن منظر، ولكن غير كده الكاميرات يعتمد عليها، والصور زي ما انتم شايفين قدامكم معقولة، مش أفضل حاجة في فئة الجهاز ده السعرية طبيعي، ولكن يزال برضو كاميرات كويسة جدا. كاميرا الأمامية هنا 16 ميجا بكسل، مش أفضل كاميرا أمامية الصراحة في الفئه السعريه دي يعني، ولكن هتديك صور زي ما انت شايف كويسه، تقدر ان انت تصور بيها سيلفي عادي جدا. دايناميك رينج بتاعها مش احسن حاجه ولكن بشكل عام كويس. طيب اداء الموبايل ده برضو اداء كويس جدا. الموبايل جاي بالمعالج اللي هو الميديا تك الجي 95، المعالج انا بحبه جدا، معالج سريع هيديك اداء كويس جدا في الالعاب، مش هتحس باي لاج خالص، مع الشاشه ال 120 هرتز وال 8 جيجا رام و 128 جيجا ذاكره داخليه من نوع يو اف اس 2.2، الموبايل ده اداءه كويس جدا. اذا كنت هتدخل على السوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، ماسنجر، انستجرام، اي حاجه، تتصفح النت، تتفرج على افلام، يوتيوب، اي حاجه، الموبايل ده هيأدي معاك كويس جدا. في الالعاب ببجي بتشتغل هنا على اتش دي هاي، مش اعلى من كده. كول اوف ديوتي بتشتغل على فيري هاي، ولكن بدون اي تقطيع خالص في الفريمات وانت بتلعب. فاداء الموبايل ده بشكل عام هو اداء كويس جدا،
مش اداء خرافي، مش حاجه مميزه قوي في الفئه السعريه دي، وفي نفس الوقت مش اداء قليل قوي في الفئه السعريه دي، هو اداء متوسط ومستقر. انا بقالي بجرب الموبايل ده تقريبا 10 ايام، ما هنكش مني خالص، ما ضايقنيش خالص وانا بجربه، حتى في الالعاب ما سقطش فريمات وانا بلعب، ما عملش حاجه غريبه انا مستغربها في الموبايل ده بشكل عام. وال120 هرتز هنا شغالين بشكل متواصل، مش بيقلوا ل 60 او 90 او حاجه زي كده. تصميم الموبايل برضو عجبني، الفريم بتاع الموبايل هنا فلات تمام، والظهر فلات خالص، والشاشه فلات. انا بحب التصميم المربع واللي هو بيفكرني بحاجه زي الايفون 12 والايفون 13 الجداد، اللي هو الديزاين الفلات المربع. حتى هنا بروز الكاميرات مربعه، كل حاجه في الموبايل ده مربعه. ولو بصيت على ظهر الجهاز، انا معايا الجهاز اقرب للكحلي كده، ولو وجهته النور بيعمل جليتر او بيعمل حاجه زي النجوم، لان طبعا زي ما هو واضح ان كاميرا البيريسكوب ممكن تصور القمر وممكن تصور نجوم او حاجه، فانا اعتقد ان هم قاصدين الموضوع ده ان هم يحطوا النجوم في ظهر الجهاز على اساس ان انت ممكن تصور نجوم وقمر وكده يعني. بطاريه الموبايل ده 4500 ملي امبير، وبيشحن شحن سريع بقدره 45 واط، بيشحن الموبايل ده من 0% تقريبا في 50 دقيقة، وده رقم كويس جدا جدا، شحن سريع فعلا يعني. البطارية برضو هنا على ال 120 هرتز ادتني ارقام كويسة، 6 ساعات ونص ل 7 ساعات سكرين اون تايم، ده رقم كويس جدا بالنسبة لشاشة اموليد 120 هرتز. طيب اللي ما عجبنيش في الموبايل ده ان هو اولا ما بيجيش بسماعات ستيريو، عندنا سماعة تحت سفلية، معرفش ليه، مع ان انفينكس كانت دايما بتنزل في سلسلة النوت الارخص من الموبايل ده بكتير سماعات ستيريو عادي جدا. تاني حاجة، على قد ما الكاميرات كويسة جدا 108 ميجا بيكسل وفيها بيريسكوب وبتاع، على قد ما الصور اللي بتطلع منها او الاداء اللي بيطلع منها مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي. ممكن الصور دي تتحسن بتحسين طريقه البروسيسنج اللي بتعملها انفينكس على الصور، ولكن بشكل عام الصور مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي. ثالث حاجه وهي سعر الجهاز ده، الجهاز ده طبعا جاي بامكانيات مش موجوده في المنافسين بشكل عام اللي في الفئه السعريه دي. الجهاز ده سعره تقريبا 5300 5400 مش متاكد قوي، كنت اتمنى ان انفينكس تيجي منزله سعره شويه عشان يبقى زي ما يقولوا ايه، ضربوا الشركات في مقتل. ولكن غير كده الصراحه الموبايل ده عجبني جدا من انفينكس، وخطوه جديده جدا من انفينكس، الزيرو اكس برو هو نقله حضاريه بكل تاكيد من انفينكس. ومش ده بس النقله الحضاريه، تعالى اوريكم حاجه، الجهاز ده هو برضو نقله حضاريه من انفينكس. لاول مره انفينكس في مصر بتنزل لاب توب حقيقي، لابتوب ويندوز، لابتوب تعتمد عليه في شغلك، تعتمد عليه لو انت هتعمل حاجات كتير. مبدئيا اللابتوب ده اسمه انفينكس انبوك اكس 1 برو، وزي ما قلت اللابتوب ده مش لابتوب تافه او عادي او رخيص او مثلا جايب لك معالج السيلرون مثلا حاطته لك والحاجات اللي احنا بنشوفها دي، لا، اللابتوب ده جايب المعالج اللي هو الاي 7 الجيل العاشر، اللي هو اي 7 10065 جي 7، مع رامات بسعه 16 جيجا وهارد داخلي من نوع اس اس دي بسعه 512. فاللابتوب ده ما بيهزرش، اللابتوب ده كله مصنوع من المعدن، الظهر والفريم والحته بتاعت الكيبورد وحتى ظهر الشاشه مصنوع من المعدن، اللابتوب تحسه قوي جدا ومتين، اللابتوب فيه كل البورتس اللي انت محتاجها، عندك من على الشمال البورت بتاع الشحن وفول اتش دي ام اي ومدخل يو اس بي واثنين يو اس بي سي، وعندك من على الشمال اثنين يو اس بي ومدخل السماعه وكارد ريدر او مايكرو اس دي كارد ريدر. عندك هنا فينجر برينت او بصمه، ممكن تفتح اللابتوب ده بالبصمه وممكن تفتحه بالويندوز هالو وتفتحه بوشك. عندك الهنج بتاعت اللابتوب بتفتح 180 درجة، يعني ممكن توقف اللابتوب ده او تنعيمه بالمنظر ده. الشاشة نفسها بتاعت اللابتوب شاشة ممتازة جدا، بتدعم لغاية ال 100% اس ار جي بي، عشان لو انت مثلا بتعمل جرافيك ديزاين او بتلون فيديوهات او بتعمل حاجة، الشاشة دي كويسة جدا والبرايتنس بتاعها برضو كويس قوي. وزي ما قلنا الحواف بتاعتها صغيرة، ما عندناش بس غير الدقن السفلية اللي تحت اللي مكتوب عليها انفينكس. وزن اللابتوب ده نفسه كيلو ونص، يعني ما بيوزنش خالص، بص انا ماسكه كده. الكيبورد بتاعت اللابتوب ده من اريح الكيبوردات اللي انا جربتها، برضو فيها درافل ديستنس كويس جدا، والزراير نفسها كبيره والمسافات بين الزراير كبيره، يعني مش هتلاقي نفسك بتخبط في زراير وانت بتكتب، صراحه حلوه جدا. وفيها باك ليت برضو، فيها نور بمستويين تقدر ان انت تشوفها في الضلمه بتنور. كمان بطاريه اللابتوب ده بتقعد لغايه 11 ساعة من الاستخدام الطبيعي لو انت بتعمل براوزنج او حاجة، وطبعا لو انت هتفتح فوتوشوب بقى او حاجة او برنامج تقيل يعني بياخد من الباور بتاع الجهاز، طبعا البطارية بتقل، طبعا ممكن تقعد مثلا 5-6 ساعات، وما زال رقم كبير جدا جدا بالنسبة لحجم اللابتوب ده ووزنه. كمان ممكن تشحن اللابتوب ده بشاحن 65 واط من خلال اليو اس بي سي، ممكن تشحنه من خلال المدخل العادي بتاع اللابتوبات العادي. اللابتوب ده بيجي باللون الاخضر التحفة، اللي هي اصلا شعار انفينكس باللون الاخضر اللي معايا ده، وفي لون فضي وفي لون احمر تحفه،
كان نفسي اجرب اللون الاحمر. الحاجات بس اللي ما عجبتنيش في اللابتوب ده وهي التراك باد بتاعته، هي مش ازاز ومش دقيقه قوي يعني ما حبيتش استخدامها قوي، ولكن غير كده ده لابتوب حقيقي، لابتوب تحس ان هو جاي من شركه عاديه زي اسوس، ديل، لينوفو، لابتوب عادي جدا ولابتوب بريميوم زي ما احنا قلنا، مصنوع كله من المعدن. الشاشه بتاعته حلوه جدا 14 بوصه، نوع اي بي اس، وامكانيات كمان اللابتوب ده تاهلك ان انت ممكن تعمل فيديو اديتنج مثلا، بس هتعمله طبعا على فيديو فول اتش دي مش 4K. تعرف ان انت تشغل الفوتوشوب بالكامل طبعا، تعمل اديت على صور رو زي ما انتوا شايفين قدامكم، تعمل كل حاجه على اللابتوب ده الصراحه بمنتهى السهوله. وزي ما احنا قلنا فيه البورتس اللي انت عايزها كلها، بطاريته عملاقه جدا، الشحن السريع ده الصراحه اللي انا بعتبره نقله حضاريه جدا جدا من شركه انفينكس. كون ان انت اصلا شركه موبايلات عادي كنت بتعمل موبايلات فئه اقتصاديه وموبايلات اقتصاديه بشكل عام، وتيجي تعمل لابتوب بالمنظر ده، فانت عندك البوتنشال او عندك القدره ان انت تقدر تعمل حاجات اعلى كمان من كده. عشان كده بقول لكم دي المرحله الثانيه من انفينكس، مش المرحله الثالثه او مش المرحله الكبيره بتاعت انفينكس كمان. اللابتوب ده بيجي بثلاث امكانيات واسعار. اول واحد ان هو بيجي بالمعالج الانتل كور اي 3 اللي هو 1005 جي 1، وثاني واحد بيجي بالكور اي 5 اللي هو 1035 جي 1، وثالث واحد اللي هو معايا ده بيجي بالمعالج اللي هو اي 7 1065 جي 7، وكمان بيجي بالمعالج رسوميات انتل ايرس بلس عشان يساعدك لو انت هتعمل فيديو اديتنج او لو انت هتلعب العاب مثلا خفيفه زي روكت ليج مثلا او حاجات او فيفا او حاجه زي كده، هيشغلها بدون اي مشاكل خالص. كمان لو حجزت حجز مسبق لللابتوبات دي هتاخد 500 جنيه خصم على النسخه الاي 3 و1000 جنيه خصم على النسخه الاي 7 اللي معايا هنا عشان يوصل سعرها 13000 جنيه بالظبط مش 14. والصراحة أنا شايفهم أسعارهم كويسة جدا، بالذات النسخة اللي هي اللي في النص اللي هي الآي 5 اللي ب 10000 جنيه، لابتوب اختيار ممتاز، الشاشة ممتازة، وزي ما احنا قلنا كل الامكانيات اللي فيه دي. اخر حاجه هنتكلم عليها واللي انا شايفها الصراحه قيمه مقابل سعر تحفه، وهي السماعات دي. السماعات دي من انفينكس اسمها اكس اي 20. السماعه دي سعرها 400 جنيه. بصوا عامله ازاي، 400 جنيه. اهم حاجه لاحظتها في السماعات دي وهي الليتنسي او التاخير بين الصوت اللي طالع من الموبايل واللي بيجي لي في السماعه. ساعات السماعات دي او اغلب السماعات دي يكون فيها تاخير واضح جدا، لا السماعات دي ما فيهاش تاخير. فينكس بتقول ان التاخير او الليتنسي بتاعها 60 ملي سكند واللي هو مش هتلاحظه او مخك مش هيلاحظه اصلا. طيب السماعات دي زي ما انا قلت هي سماعات ب 400 جنيه، سماعات اقتصاديه جدا، ولكن هتقضي الغرض. لو انت عايز تسمع مزيكا، لو انت عايز تتكلم مكالمات مثلا، مش عايز السماعات ام سلك او حاجه، فالسماعات دي كويسه جدا. وكمان اهم ميزه فيها غير الليتنسي بتاعها اللي هو الواطي، ان هي اولا بتشحن من يو اس بي سي، حاجه كويسه جدا في الفئه السعريه دي، وكمان البطاريه بتاعتها بتقعد يعني ما بتخلصش خالص. انا بقى لي بجرب فيها 4 ايام تقريبا ما خلصتش او ما شحنتهاش ولا مره، فسماعات كويسه. طبعا مش افضل حاجه في الدنيا يعني، هي ب 400 جنيه سماعات اقتصاديه، ولكن بالسعر ده مش هتلاقي حاجه افضل منها بصراحه. يعني 400 جنيه ما افتكرش خالص حاجه افضل منها، ولا الشاومي اللي هي البيزك، السماعات الوايرلس بتاع الشاومي البيزك دي، لا في شركات كتير قوي زي ريماكس بقى والحاجات دي بتعمل سماعات، لا خالص السماعات دي افضل منهم بكتير. وتصميمها كويس، تصميمها شياكه برده شبه الايربودز برو بتاع. الاستم بتاعها صغير قوي، او اللي هي الدراع بتاعها صغير قوي، فممكن ما تبانش، شكلها حلو قوي في الودن برده، شكلها شيك، شكلها مش سماعات رخيصه خالص، وهي رخيصه 400 جنيه حاجه كويسه قوي. بس كده دي كانت كل حاجة عن منتجات انفينكس، الموبايل انفينكس زيرو اكس برو، واللابتوب الخرافي جدا انبوك اكس 1 برو، وسماعات انفينكس اللي هي الاكس اي 20. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في اللي عاملاه انفينكس بشكل عام، وهل ان هي فعلا ماشيه في الطريق الصحيح ولا لا؟ انا شايف الصراحه ان هي ماشيه في الطريق الصحيح، وان هي بتطور من نفسها بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا جدا عن الشركات الثانيه صراحه. يعني زي ما احنا قلنا ان انفينكس دايما كانت بتاعه الحاجات الاقتصاديه، الموبايلات الاقتصاديه الكلام ده، كون ان هي تنزل لنا الموبايل بالامكانيات دي، اموليد و120 هرتز وفي كل الامكانيات اللي احنا قلناها، حاجه كويسه قوي. كون ان هي تنزل لنا اللابتوب الخرافي ده اللي هو الانبوك اكس 1، لابتوب حقيقي، لابتوب يتنافس مع اللابتوبات الثانيه عادي جدا، وسعره برده منافس جدا، ده حاجه كويسه جدا. السماعات دي مش جديده عليها قوي، ولكن سماعات سعرها منافس برده 400 جنيه وامكانياتها كويسه قوي، الليتنسي بتاع البطاريه حلو قوي. فانا شايف ان انفينكس ماشي في الطريق الصحيح، ولكن ده كل ده رايي. اهم حاجه رايك انت، قوله لي تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.